مساء الخير. أعلنت كل من السعودية والعراق والإمارات ومصر وسوريا والأردن والكويت وقطر رسميا أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. كذلك أعلن مفتي جمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، وسيؤدي قباني صلاة وخطبة العيد عند 6:31 صباح غد في مسجد محمد الأمين في وسط بيروت. فيما أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام علي الخامنئي في لبنان أن غدا الاثنين هو إتمام عدة شهر رمضان، والثلاثاء يكون أول أيام العيد. كما أعلن المجلس الشيعي الأعلى أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر. القصف يتواصل في غزة، ونتنياهو يتهم حماس بخرق التهدئة. على الرغم من موافقة حماس وباقي فصائل المقاومة على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالهدنة واستأنف عملياته العسكرية. وزعم رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أن حماس هي التي خرقت الهدنة. كلام نتنياهو جاء في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية. إنهم ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنوه بأنفسهم. سنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن شعبنا على المستويين التكتيكي والاستراتيجي. نريد أن نوقف بالتأكيد إطلاق الصواريخ، ونريد تفكيك شبكة الأنفاق الإرهابية. لا أعلم إذا كنا سننجح بنسبة 100%. في المقابل قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس إن الحركة وافقت على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة في قطاع غزة لمناسبة عيد الفطر. تم التشاور بين فصائل المقاومة الفلسطينية والتوافق فيما بينها لقبول عرض بتهدئة إنسانية لمدة 24 ساعة تبدأ من الساعة 2 ظهر اليوم الأحد. ميدانيا أظهرت هذه اللقطات التي بثتها القناة العاشرة الإسرائيلية جنودا إسرائيليين يجوبون مناطق مهدمة في قطاع غزة نهار الجمعة للبحث عن أسلحة. وانضم طاقم التلفزيون إلى جنود من كتيبة جيفاتي لدى اجتياحهم لمنطقة خربة قزاعة ومرورهم أمام هذا المسجد المهدم في شوارع يملأها الركام. وزعم قائد الكتيبة أن أقوى مجموعة في حماس كانت في هذا المكان، مضيفا لديهم الكثير من البنى التحتية للمقاتلين. من ناحيتها أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة نحو 30 آخرين، 3 منهم قضوا في غارة جوية على مجموعة بالقرب من حي الشجاعية، إضافة إلى مسنة قضت بعد تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية للقطاع، لا سيما شرق مخيم النصيرات وسط القطاع ومنطقة الزنة شرقية خان يونس وشجاعية والزيتون وجباليا. و2008 و2009 بكفي اجرام، بكفي. عشان ايش؟ متر ارض ما يوم اخذوا اللي اخذوه مش شبعانين يعني الاسرائيليين؟ وين بدهم يروحوا؟ وين بدهم يروحوا؟ لكن شكوانا رب العباد هو اللي قادر على كل شيء. يوما ما لازم ينتقم لها الشهداء هذول، يوما ما مش ممكن القاتل يقتل ولا بعد حين. وأطلقت كتائب القسام الجناح العسكري قبل التهدئة الصواريخ استهدفت مدنا وبلدات في الأراضي المحتلة. وقالت كتائب القسام في بيانات منفصلة أنها قصفت تل أبيب بصاروخي M75 وأسدود بخمسة صواريخ جراد. وقال الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ التي أطلقت 2 منها اعترضهما نظام القبة الحديدية الإسرائيلي. فيما سقطت 7 صواريخ في منطقة غير مأهولة. واعترفت إسرائيل بمقتل أحد جنودها ليلا بقذيفة هاون. هذا وبث تلفزيون الأقصى هذه الصور تظهر إسقاط طائرة استطلاع في القطاع. الطفلة شيماء الشيخ علي ولدت بعد استشهاد والدتها شيماء، حيث نجح الأطباء في إنقاذ حياتها بعد قصف طالها في دير البلح. هذه المولودة أبصرت الحياة فجر الجمعة بعد دقائق من استهداف منزل عائلتها. حالة الولادة لم تتوقف في الحرب بطبيعة الحال، لكن هذه الطفلة حالة خاصة، إذ استشهدت والدتها شيماء قنا متأثرة بجراحها دقائق قبل أن يتمكن الأطباء من إجراء عملية ولادة قيصرية لها أنقذت حياة جنينها. قاموا الأطباء بمجهود جبار على أساس يدخلوا عمليات سريعة، يشوف على أساس إذا كانت الطفلة طيبة، لأنه ما كانوش بيعرفوا أنها طيبة أو ميتة، فقاموا بإجراء العملية. كانت الطفلة في حالة صعبة يعني، وبالتنفس الصناعي عملوا لها، استطاعت بعد هيك الطفلة أنها تتنفس، إلا أنها ما زالت تعبانة على تنفس صناعي.
خرجت شيماء إذن حية من جسد أمها الشهيدة، ولو كتبت لها النجاة رغم أن ذلك لم يتأكد تماما بعد، فإنها ستظل طوال حياتها تتفكر في تلك اللحظات التي سبقت مجيئها واستشهدت فيها والدتها. البيت المكون من طابقين في مخيم دير البلح قصفته طائرات F-16 بصاروخين دون فارق زمني وبلا تحذير، وبما يشبه المعجزة نجا كل من كانوا في البيت وعددهم يفوق 5 باستثناء الأم الشهيدة التي ماتت اختناقا على الأرجح. بس فجأة هو صار صوت قوي بدرجة مش طبيعية، لدرجة في واحد من إخواني في دان بطل يسمع فيها من درجة الصوت، وبعد الصوت القوي كل بسمعه صوت أختي بتصرخ، وإحنا كنا في مكان لقينا حالنا في مكان تاني. هذا منزل أقارب العائلة وقد نزحوا إليه بعد قصف بيتهم. ما حدث آية يقول عن الطفلة الوليدة. البنت سبحان الله العظيم معجزة، هم فكروا أنهم يقدروا يقتلوا الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يحيي أو يحيي من بطن الميتة حياة جديدة. ماتت شيماء وولدت شيماء أخرى، وهذه هي الحالة الفلسطينية، من قلب الموت تولد الحياة ومن تحت الأنقاض تخرج العنقاء. محمد المدهون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. لقاء يجمع السيد حسن نصر الله بالنائب وليد جملاط، والطرفان يؤكدان على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي. التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط بحضور مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ولا سيما ما يجري في غزة من جرائم صهيونية بحق الشعب الفلسطيني. وقد أكد الطرفان أن فلسطين تبقى القضية المركزية وهي تعلو فوق كل الخلافات السياسية، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة في صمودهم في مواجهة الاحتلال. وكان نقاش كذلك حول ما يجري في العراق، وبالتحديد ما تشهده منطقة الموصل من تهجير للمسيحيين وقتل لهم وللمسلمين على أيدي التكفيريين، الأمر الذي كان موضع استنكار الطرفين. وجرى التأكيد على ضرورة البحث في السبل الكفيلة بحماية وحدة العراق وتنوعه السياسي. وبحث الطرفان أيضا في الأوضاع الداخلية، ولا سيما موضوع العمل الحكومي وأهمية تفعيله وتنشيطه، مشددين على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية. كما جرى البحث في الوضع الأمني في لبنان، حيث توافق الطرفان على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي وتعزيز الإجراءات المتخذة من أجل تمتين حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد من خلال رفع مستويات التنسيق بين الأجهزة الأمنية. وتطرق البحث إلى موضوع العلاقات الثنائية بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، حيث عبر الطرفان عن رضاهما عن حسن سير هذه العلاقة، وأكدا على ضرورة تطويرها بما فيه مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العامة. من جهة أخرى، تلقى نصر الله اتصالا من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران الدكتور محمد جواد ظريف، تداولا فيه آخر المستجدات في غزة وأوجه العمل وأشكال الدعم المطلوب لوقف العدوان ولرفع الحصار عنها. وللغاية نفسها استقبل نصر الله معاون وزير خارجية الجمهورية الإسلامية السيد أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني السيد فتح علي. الجيش السوري يهزم تنظيم داعش في حمص ويخسر أمامه في الرقة والحسكة في محصلة تجاوزت 1000 قتيل، ما أثار حفيظة مؤيديه الذين انتقدوا أداء النظام السوري وأعلامه. استعاد الجيش السوري حقل الشعر النفطي في محافظة حمص وسط سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية داعش بعد معارك عنيفة. وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بياناً أعلنت فيه أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية أحكمت سيطرتها الكاملة على جبل الشعر وحقول الغاز في ريف حمص الشرقي بعد عملية نوعية دقيقة قضت من خلالها على أعداد كبيرة من إرهابيي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية. في المقابل سيطر تنظيم داعش على مقر الفرقة 17 شمال مدينة الرقة، وهو قاعدة عسكرية كبيرة للنظام بعد معارك أسفرت عن مقتل نحو 80 من عناصر النظام أعدموا بغالبيتهم أثناء انسحابهم من الموقع. وبذلك خسر النظام أحد آخر 3 مواقع له في محافظة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش، الذي بسط سيطرته أيضا على مركز عسكري آخر للنظام في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.
وبحسب مصادر المعارضة استولى مقاتلو داعش على فوج الميلبية المعروف أيضا بالفوج 121 الواقع جنوب مدينة الحسكة عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام الذي سقط له في الرقة والحسكة وريف حلب وحمص 1116 قتيلا في غضون 10 أيام، وذلك في أكبر معدل خسائر بشرية يمنى بها في فترة زمنية قصيرة، وهذا ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان. ونشر مقاتلو التنظيم على حساباتهم على تويتر أخبار تحرير الفوج 121 مع صور قالوا إنها من داخل الفوج لجثث جنود الجيش السوري بينهم قائد الفوج وضباط، إلى جانب تعليقات مهينة بحقهم. وهذا التداعي السريع لجبهات شرق وشمال شرق سوريا والصدمة التي أحدثها أعداد القتلى في صفوف النظام أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدي النظام ضد أدائه الميداني، وسألوا عمن يتحمل مسؤولية مقتل هذا العدد الكبير من الجنود من دون أي مؤازرة. كيف تمت السيطرة على حقل الشاعر للغاز والتلال المحيطة به في ريف حمص؟ في هذا التقرير لرامز القاضي. بعد سيطرة عناصر داعش على حقل الشاعر بشكل مفاجئ منذ أيام، أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية في محاولة لاستعادة هذا الحقل النفطي المهم في ريف حمص الشرقي، وبالفعل نجح باستعادته وتكبيد داعش خسائر كبيرة تجاوزت 100 قتيل. وبحسب هذه الصور الخاصة لقناة الجديد، أثناء دخول الجيش السوري إلى الحقل فأن منشآته تضررت بشكل كبير جراء المعارك الضارية. وفي التفاصيل وبحسب مصادر عسكرية سورية مشرفة على عملية الاقتحام، فأن الجيش وضع خططا محكمة لاستعادة الحقل عبر السيطرة على التلال المشرفة عليه من الناحية الغربية، ومن ثم بدأ بتنفيذ المرحلة العسكرية الثانية من الخطة، حيث تقدم وقواته الخاصة من 3 اتجاهات واستكمل السيطرة على كامل المرتفعات من الجهتين. فنصب مسلحو داعش كمين كبير للجيش من خلال تفخيخ الحقل، إضافة إلى التصدي بالدبابات والسيارات المجهزة برشاشات متوسطة من الجهة الشرقية للحقل. وهذا ما اكتشفه ضباط الجيش، فجرت العملية بعكس ما خطط قادة داعش. إذ أوهم الجيش المسلحين أن وحداته تدخل حقل الغاز، حينها تم تفجير العبوات من قبل داعش داخل المحطة وأدت إلى احتراق جزء منها، فتوغل الجيش السوري بخرق سريع. هذا واسترجع الجيش أهم تلة في المنطقة وهي محطة سيريا تل التي كانت في الأساس مع داعش قبل الهجوم، إشارة إلى أن مساحة الحقل تبلغ 45 كيلومتر مربع. داعش تتمتع بما تحرمه على الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مقر قيادة داعش، وهذه علب البيرة والخمر والدخان وبيبسي، وهي شو اسمها، هي عرق. هذا ما تحويه مقرات ما يسمى تنظيم داعش، فقد نشرت كتائب إسلامية تابعة للجبهة الإسلامية مشاهد فيديو من مقر أمير تنظيم الدولة الإسلامية في جنوب دمشق أبو صياح فرامي، تظهر وجود مشروبات روحية وأفلاما جنسية فيه، وذلك بعد اقتحام مقره في بلدة يلدا التي سيطرت عليها الجبهة الإسلامية قبل أيام. شرايط فيديو في مقر أبو صياح فرامي، هذا في مقرات داعش. الله أكبر والعزة لله. هذا شيء أو بعض من المواد القمح التي كانت في مستودعات عصابة داعش. وكان أبو صياح فرامي أمير داعش قد فر من بلدة يلدا أول من أمس بعد أن حوصر في مقره نحو بلدة الحجر الأسود. وفي الختام هذا عناوين سريعة لأبرز الأحداث. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل غاراتها وقصفها على قطاع غزة، فيما استمرت الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ على مدن في الأراضي المحتلة. نتنياهو يقول إن المبادرة المصرية هي الوحيدة المطروحة لوقف العملية في غزة، ويشير إلى أنه يريد نزع سلاح القطاع.
السيد نصر الله يستقبل النائب وليد جنبلاط ويتوافقان على ضرورة الحفاظ على التماسك الداخلي. الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل الشاعر في مقابل سيطرة تنظيم داعش على مواقع في الرقة والحسكة. في الختام شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.